أعزائي الطلاب، هذه الوسيلة التعليمية توضح كيفية استنتاج أو توضيح مفهوم تشابه مثلثين. لاحظوا المثلث الأحمر أطوال أضلاعه AC هي 2.48 وهي 2.48، وعندي الضلع الثاني اللي هو الأخضر هذا 2.25%، وعندي الضلع الثالث وهكذا. شوفوا الأضلاع، المثلث الكبير اللي هو لونه أخضر، الضلع اللي لونه أسود مناظر تاعه مين؟ الضلع اللي لونه أسود نفس اللون، بس طوله قديش؟ 6.21. لو جينا قسمنا 6.21 على 2.45 قديش بيطلع الجواب؟ 2.5، يعني هذا قده 2.5، وهكذا مع بقية الأضلاع تقدروا تستكشفوها لحالكم. طيب ماذا لو غيرنا الاتش هاي؟ لماذا لو غيرنا الاتش مرة ثانية ماذا تلاحظ؟ شو اللي قاعد بصير معنا؟ شايفين هذول المثلثين؟ نقول عنهم مثلثين متشابهين. وليش متشابهين؟ لأنه أضلاعهم المتناظرة متناسبة. بدي اياكم نشاط تستخدموا اللي هو المنقلة وتقيسوا الزوايا. هل قياسات زوايا المثلثين هذولا متساوية؟ يعني مثلا A بالقياس تساوي A برايم، البي بتساوي في القياس بي برايم ولا لا؟ واعطوني الخلاصة على الموقع. خلاص؟